في الشأن النقابي، انعقد اليوم بالدار البيضاء المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل. النقاش انصب حول الحوار الاجتماعي والعرض الحكومي ثم الاستعدادات لتخليد عيد الشغل. بوشاب عماري مصطفى ودا. أشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تمحور حول نقطتين، الأولى تتعلق بالحوار الاجتماعي والعرض الحكومي، أبرز من خلالها الأمين العام الميلودي مخارق الأشكال النضالية التي نهجها الاتحاد من خلال مجموعة من المبادرات، خاصة الحملة الوطنية التي استمرت على مدى شهر والتي لوح من خلالها الاتحاد بلاءاته الأربعة. يجتمع المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل اليوم للتداول في العرض الحكومي فيما يخص الحوار الاجتماعي، وبالطبع سنتخذ القرار المناسب. وبالنسبة لنا في الأمانة الوطنية، المعطيات الأولى، هذا العرض لا يرقى إلى طموح وتطلعات الطبقة العاملة وعموم المأجورين، فهو عرض هزيل وعرض تمييزي، وهو ما سيتناوله بالدرس والتحليل أعضاء المجلس الوطني لاتخاذ الموقف المناسب. النقطة الثانية التي تضمنها برنامج أشغال المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تطرقت للاستعدادات لتخليد العيد الأممي للشغيلة، والذي اعتبر استثنائيا خلال هذه السنة لما اعتبره المتدخلون هجوما على الحركة النقابية.